طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. رابطة أمهات المختطفين تدين استمرار محاكمة 36 مختطفا في سجون الحوثيين. هجوم استراتيجي للجيش في تعز يمكن أن يكسر الحصار المفروض على المدينة. نافذون يسيطرون على الأراضي في عدن، ومواطن صيني يبعد منزله عن الشارع لإنشاء طريق عام. سفن حربية تتمكن من إنقاذ عائلة أسترالية كانت تبحر قبالة الشواطئ اليمنية. أهلا بكم. ما تزال المواقع الأخبارية والصحف في مهمة البحث عن الأسباب الحقيقية وراء إيقاف منظمة أطباء بلا حدود أنشطتها في الضالع وتعنون صحيفة الأيام. مخربون وأسباب أمنية وراء تعليق منظمة أطباء بلا حدود أعمالها في المحافظة. وتقول الصحيفة أن محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح دعا أبناء المحافظة إلى التكاتف لحفظ الأمن ومحاربة الأعمال التخريبية، وكان المحافظ قد عقد لقاء موسعا مع مدراء المكاتب التنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية وخطباء المساجد وشخصيات اجتماعية لبحث أسباب تعليق منظمة أطباء بلا حدود الدولية أعمالها في المحافظة، والتي أعلنت تعليق أعمالها 6 أسابيع لأسباب قالت إنها أمنية وتدخلات في مجال عملها. وفي الاجتماع تحدث المحافظ علي مقبل عن من قال إنهم قطاع طرق ولصوص لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون الضالع. إلى عناوين الموقع بوست، والتي تابعت في إحداها المحاكمة غير القانونية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي لمعتقلين في صنعاء، وعنوان الموقع: أمهات المختطفين تدين استمرار محاكمة 36 مختطفا في سجون الحوثيين. وقال الموقع أن رابطة أمهات المختطفين أدانت استمرار ميليشيا الحوثي محاكمة 36 مختطفا منذ شهر أبريل من العام المنصرم في محكمة أمن الدولة بصنعاء، والتي قالت إن قرار إنشائها يعد انتهاكا صارخا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والمواثيق الدولية. وبحسب بيان رابطة أمهات المختطفين، فإن الإجراءات بحق المختطفين رافقتها الانتهاكات والمخالفات من خلال التعذيب الوحشي في أماكن اعتقاله. وقال الموقع: تحدث بعض المختطفين في جلسة المحاكمة السابقة أمام القاضي إنهم يتعرضون للضرب والتعليق والتهديد بالقتل وانتهاك الأعراض. وقالت الرابطة إن جماعة الحوثي تعمدت خلال فترة محاكمتهم إلى التشهير بهم في الإعلام التابع للجماعة، مما أثر على حقهم الدستوري ومنع دخول الأمهات إلى جلسة المحاكمة واحتجاز المختطفين في معتقل جهاز الأمن السياسي في أوضاع صعبة للغاية. معرض الكتاب أم سوق الحطب؟ تحت هذا العنوان كتبت إجلال البيل مقالها المنشور في العربي الجديد، مضيفة في أجزاء منه: قبل 10 سنوات، قبل ثورات الربيع العربي وقبل دخولنا في اليمن في زوبعة الحرب وجحيمها، كان يقام معرض للكتاب من كل عام في صنعاء، وكان يصادف وقت بدء العام الدراسي. أخذت الحرب كثيراً من أرواحنا ومن أوقاتنا، في الوقت الذي تتعالى أصوات الناس في أحاديثهم عن الكتب، تتعالى أصوات اليمنيين أمام محطات الغاز، من سيسبق الآخر في تعبئة إسطوانة الغاز خاصته؟ هل سيكون من الرفاهية أو السخف مثلاً إن طالبنا بمعرض للكتاب؟ في حين أن أكثر من 1,000,000 طفل يمني لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس وفق آخر إحصائية لمنظمة اليونيسف. يتقدم العالم 1,000 خطوة إلى الأمام، بينما يتراجع اليمني 1,000,000 خطوة إلى الوراء بحثاً عن طرق بدائية للعيش. عن الحطب مقابل الغاز، حيث تمتلئ الأسواق بالحطب وتمارس النساء تحطيبه في وقت بدأ العالم فيه بتصنيع الروبوتات البشرية. يحدث هذا فقط من أجل محاولة البقاء على قيد الحياة. تتعب المرأة العربية 10 مرات، وتتعب المرأة اليمنية 1,000 مرة في اليوم من أجل حياة أصبحت لا تطاق في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية. إذن هل يجب على اليمني أن يتمنى ذهابه إلى معرض الكتاب، أو أن يحظى براتبه الذي انقطع منذ أكثر من عام؟
أن تعود أسرته المشردة إلى البيت أو أن يرافق صديقه إلى معرض الكتاب في مفارقة عجيبة بين أمنية معرض للكتاب أو سوق للحطب. ترى من سيغلب، خيال معرض الكتاب أم واقع حزمة الحطب؟ واصلت ميليشيا الحوثي تدمير قطاعات التعليم داخل اليمن عبر تعيينات لكوادر موالية لها في جامعة صنعاء، والتي ساهمت في تشويه المناهج الجامعية واستغلال الصروح العلمية لخدمة أفكارها الرجعية العنصرية. وعنوان موقع عدن الغد في تقرير نشر أولا في موقع العربية: ميليشيا الحوثي تحول جامعة صنعاء إلى منصة طائفية. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي قامت بإدخال ملازم قائدها حسين الحوثي عبر مادة مستحدثة باسم الصراع العربي الإسرائيلي، والتي أعدتها شخصيات ليست أكاديمية تابعة للجماعة وتقوم على ترويج أفكارها. وقال الموقع: الأكاديميون الذين طالتهم عصا الفصل 600 شخص لأسباب سياسية ومذهبية بحد تعبير ميليشيا الحوثي، ومنهم من اضطر للبقاء على المنصب الأكاديمي ولكن دون الحصول على أي مستحقات مادية. يتحدث موقع أخباري عن خطة عسكرية في تعز يمكنها رفع الحصار عن المدينة، وعنوان موقع يمن مونيتور: هجوم استراتيجي للجيش في تعز يمكن أن يكسر حصار المدينة. وقال الموقع أن قوات الحكومة اليمنية هاجمت بلدة الراهدة التي يسيطر عليها الحوثيون جنوب مدينة تعز من 3 اتجاهات، وهو ما قد يؤدي إلى كسر الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين منذ 3 سنوات. وقال قائد في الجيش إن القوات دفعت باتجاه تحرير مدينة الراهدة بدعم جوي من التحالف العربي من جهات الجنوب والغرب والشرق لتحقيق نصر استراتيجي في تعز. وقال عبد الباسط البحر نائب المتحدث باسم الجيش في تعز: إذا تم تحرير الراهدة فسيتم دفع الحوثيين من الأجزاء الجنوبية لمدينة تعز، ما يعني رفع الحصار عن المدينة جزئياً. سلطويات عربية صاعدة تحت هذا العنوان، كتب خليل العناني مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا في أجزاء منه: أدت انتكاسة الربيع العربي إلى صعود نمط جديد من السلطويات العربية التي تسعى بكل جهد إلى تثبيت وضعها ونفسها، وتحاول ضمان عدم قيام أي هبات أو انتفاضات جديدة قد تطيحها. وقد استفادت هذه السلطويات الجديدة من أخطاء ومآلات سابقاتها التي سقطت قبل سنوات، وهي تسعى الآن بكل قوة إلى إعادة بناء معمارها السلطوي بدعم داخلي وآخر خارجي، وذلك على أمل أن تقضي على ما تبقى من قوى حية تسعى إلى تحقيق التغيير السلمي المنشود. ولعل أهم ملامح السلطويات الصاعدة في العالم العربي أنها لا تسمح ولو بالحد الأدنى من الليبرالية الشكلية أو المقيدة، كما كانت الحال قبل انطلاق الربيع العربي، سواء في مصر أو تونس أو اليمن أو البحرين أو غيرها من البلدان التي شهدت انفتاحا سياسيا محدودا قبل أن تبدأ مرحلة الانفجارات الشعبية التي أطاحت رؤوس أنظمتها في بعض الحالات وهزت عروش آخرين. كما تبدو هذه السلطويات منهمكة في عملية إعادة بناء أدوات القمع والقهر وإغلاق كل منافذ التمرد السياسي أو الشعبي، سواء من خلال دسترة القمع وتقنينها عبر تشريعات أو من خلال استباحة الخصوم السياسيين وترهيبهم بكل الأساليب بما فيها التهديد بالقتل والتصفية والاختطاف، وهي لا تفعل ذلك مداراة أو من وراء حجاب، وإنما علانية ومن دون مواربة. وتمارس هذه السلطويات الجديدة نوعا من الانتقام السياسي ليس فقط مع خصومها الإيديولوجيين كالإسلاميين مثلا، وإنما باتت تنكل بكل من له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالثورات والانتفاضات العربية، وكأنها تريد محو التاريخ العربي القصير خلال تلك الفترة من الوجود الذي يعد بالنسبة لها استثناء، وأن الاستبداد هو الأصل. ضمن مسلسل البسط العشوائي على الممتلكات الخاصة والعامة والذي شهدته عدن في الفترة السابقة، تتواصل حالة البسط العشوائي لتطال الكثير من الأماكن والمقرات والمؤسسات الحكومية في المدينة، ويعنون موقع الصحوانت: نافذون يسيطرون على أراضي مملاح عدن. وقال مراسل الصحوة إن نافذين بسطوا على أجزاء من أراضي مملاح عدن، وشرعوا في بناء جدران إسمنتية على أجزاء من المملاح بالقرب من جولة سوزوكي،
ويتابع الموقع وصلت ظاهرة البناء العشوائي والبسط على الأراضي إلى البسط على المدارس وأراضي الأوقاف ومؤسسات الدولة. ومقابل ما يحدث في عدن من حالات بسط على الأراضي، نطالع في القدس العربي النقيض من ذلك، ولكن ليس في اليمن بل في الصين، حيث تعنون صحيفة القدس العربي: حتى يتجنب المخالفة صيني يزيح منزلا من 3 طوابق. وقالت الصحيفة: أزاح مزارع صيني منزله المكون من 3 طوابق مسافة 6 أمتار إلى الخلف تجنبا لهدمه من قبل السلطات الصينية. ووفق ما ذكرته صحيفة صينية، أنفق المزارع غاو أبين 1,000,000 يوان عام 2014 في بناء منزله، وقبل بضعة أشهر انتقل مع عائلته إلى منزله الجديد، ولكنه علم مؤخرا أن المبنى سيهدم بسبب إنشاء طريق عام، وأنه سيحصل على تعويض مقداره 680,000 يوان. وقال المزارع في تعليقه على الحادثة: لقد سكننا في هذا المنزل أقل من سنة ولا أريد هدمه، لذلك قرر الحفاظ على المبنى بنقله إلى مكان آخر. ومن أجل ذلك اتفق مع عدد من العمال الذين تمكنوا من خلال 6 أشهر من تحريك المبنى مسافة 6 أمتار في عملية كلفته 360,000 يوان، واقتدى به أحد جيرانه أو جيران غاو، نقل منزله المكون من 4 طوابق مسافة 100 متر. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. قال مراسل قناة بلقيس إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع جديدة في عدد من الجبهات. الجيش الوطني يحرر عدة مواقع جديدة هنا في سلسلة جبال حام وفي مناطق مختلفة بمحافظة الجوف. أهلا بكم من جديد. تمكنت سفن حربية تابعة للجيشين الباكستاني والياباني من إنقاذ عائلة أسترالية كانت تبحر قبالة الشواطئ اليمنية بعد ملاحقة قراصنة للزورق الذي كانت تستقله الأسرة، وقال موقع ماري تايم والمتخصص بالقضايا البحرية. إن عائلة أسترالية مكونة من زوج وزوجته وابنتهما وابنهما كان يبحران قرب اليمن في جولة بحرية حول العالم، واقترب من زورقهم قرصان أو قراصنة تعقبوهم لمدة 4 ساعات ومنعوهم من الاقتراب من السفن البحرية القريبة حتى كاد الوقود أن ينفذ. وذكر الموقع أن العائلة التي عاشت لحظات رعب أرسلت نداء استغاثة واستجابت سفن حربية تابعة لليابان وباكستان، وقامت طائرة هليكوبتر يابانية بملاحقة القراصنة وإبعادهم عن المكان وإخراج الأسرة نحو مكان السفن الحربية القريبة. وفقا للموقع الذي نقل الموقع بوست ما نشره للعربية، فقد أدى ظهور السفن الحربية إلى إحباط هجوم القراصنة وفرارهم من المكان، فيما قامت سفينة تابعة للبحرية الباكستانية بتزويد قارب الأسرة بالوقود ورافقتهم إلى جيبوتي. عن غناء الفنان اليمني بنغمته أو استعارة غيرها، عنونت صحيفة العرب الجديد: الأصوات اليمنية الشابة استعارة لهجة الأقوى في مسابقات الغناء. وبحسب الصحيفة فإنه ومنذ أتت مسابقات الغناء بهدف اكتشاف المواهب على القنوات الفضائية والتي كانت للفضائيات السعودية النصيب الأكبر منها، اعتقد اليمنيون أنها قد تكون فرصة كي تخرج أصوات من بلدانهم أو من بلدهم إلى الضوء والنور في زمن صار محكوما بالمادة، ولو بقي الشاب اليمني الموهوب أسير وسائل إعلامه البطيئة للغاية فلن يصل. في السنوات السابقة وقبل اختراع هذه الفضائيات، أشارت الصحيفة إلى أن الكثير من اليمنيين هاجروا وفي زمن قصير صاروا نجوما في أرض الحجاز، بل وأصبحوا على رأس هرم الطرب الخليجي وشبه الجزيرة العربية،
من هؤلاء وأبرزهم اليمني أبو بكر سالم. بحسب الصحيفة فإن هناك نقطة هامة قد يجوز الالتفات أو قد يجوز الالتفات إليها في سيرة أبو أصيل، وهي أنه صار أو أنه سار على نغمته اليمنية الحضرمية ولم يبتعد عنها كثيرا، وصنع لصوته سلطة منذ تاريخ طويل. والعلاقات اليمنية السعودية ليست طبيعية، كانت الأخيرة تنظر إلى اليمن بلغة المال والنفط، لكن أبو بكر سالم قرر في يوم ما أن يغني لبلده الأصلي، فعمل ملحمته أم اليمن وذهب إلى القاهرة لتسجيلها، ومن هناك تسرب خبرها ووصله اتصال من سلطات عليا سعودية تطالبه أن يوقف تسجيلها، كأنهم قالوا لقد خاننا من فتحنا له ديارنا. لكنه لم يلتفت، أعلن أنه سيغنيها وفي صنعاء، وفوق هذا لقد ارتدى بدلة في كل الحفلات التي أقامها في قلب صنعاء في كل الحفلات. لكن يبدو أن أصوات الجيل الجديد من مواهب اليمن متعبة ولا تريد أن تبذل مجهودا كي تفرض نبرة صوتها اليمنية، تريد فقط أن تصل بسهولة إلى منصات التتويج ولو بنبرة مستعارة. ومن الأمثلة على ذلك فؤاد عبد الواحد الشاب الذي فاز بلقب نجم الخليج عام 2010 وصدر له الألبوم الأول بلهجة غير يمنية، فضلا عن الزي الذي صار يظهر به اليوم. هناك حالة جديدة متسابقة جديدة أيضا اسمها سهى المصري، كان ظهورها الأول يحمل طابعا يمنيا عبر صوتها وزيها. ينتظر أهل اليمن أن تبقى سهى بنت ذمار على طريقتها. رجال لا يعرفون العالم، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المشهور في الشرق الأوسط مضيفا: في 2009 سألت علي عبد الله صالح عن حوادث أمنية في عاصمته، فرد مبتسما أن عدد الذين يقتلون في صنعاء أقل من عدد الذين يقتلون في نيويورك، وبدت لي المقارنة غريبة فعلا. سألته كيف استمر في الحكم الذي تولاه منذ عام 1978، فأجاب ساخرا: صحيفة الواشنطن بوست توقعت ألا أقيم في الحكم أكثر من 6 أشهر، وها أنت تقابلني اليوم. وحين وقفت مودعا قال: هل تذكر بدقة أسماء الذين تعاقبوا على البيت الأبيض خلال فترة حكم من توقعت الواشنطن بوست أن يغادر في 6 أشهر؟ هل يمكن اختصار نيويورك في الجرائم الفردية التي تحصل في شوارعها؟ وماذا عن المؤسسات المالية العملاقة؟ وعن الفن والتجديد والابتكار والنجاح والجامعات وإتاحة الفرص؟ وهل نحن جزيرة مفصولة عن روح العالم وإنجازاته؟ وهل تعتبر أمريكا ضعيفة لأن الرئيس مرغم على المغادرة بعد ولايتين، ولأن المؤسسة أقوى من الرجل، ولأن الرئيس لا يستطيع تدجين الكونغرس ولا يعرف عناوين الصحف قبل صدورها، ولا يستطيع منع قاضٍ من فرض هيبة القانون حتى على ساكني البيت الأبيض؟ عدم معرفة العالم مصيبة. صدام حسين أيضا لم يكن يعرف العالم، كان يستفضع أن تتجرأ صحيفة على السيد الرئيس في أمريكا، ولا يعثر في اليوم التالي على الصحفي المرتكب منزوع الروح فضلا عن الأظافر والأسنان. عدم المعرفة بالعالم قاد بلدانا كثيرة إلى الكوارث. معمر القذافي لم يكن يعرف العالم وموازين القوى الحقيقية فيه، بلغت به عدم معرفة العالم حد تعمد إظهار حذائه موجها باتجاه وجه ضيفه وكان اسمه توني بلير. أخطر ما يمكن أن يفعله حاكم هو إهدار أعمار أجيال متتالية وإبقاء بلاده خارج نهر التقدم، إهدار وقت شعب لا يقل خطورة عن إهدار الدم. انقضى عهد الدولة الجزيرة التي تقفل نوافذها لتنام صامتة في عهدة حكامها. نهر التقدم يتدفق والثورات تتلاحق في المختبرات. في جولتنا بين الصحف الفرنسية وفي ترجمة خاصة لصحيفة ميدي ليبونغ الفرنسية تعنون: اليمن، النساء والحرب. وتقول الصحيفة أن الأمسية التي نظمتها الجمعية المحلية للاجئين في فينيسيا حول اليمن شهدت نجاحا حقيقيا، كانت الغرفة مكتظة وتوجب إضافة مقاعد إضافية، ورغم ذلك تم منع حوالي 20 شخصا من الدخول. تضمن برنامج الأمسية فيلم أنا نجوم عمري 10 سنوات مطلقة، وكذلك لقاء مع ممثلين ولاجئ.
وحكت المخرجة خديجة السلامي بأنها فتاة صغيرة تزوجت في سن 9، وأظهرت المناظر الطبيعية الخلابة لليمن وجمالها وتقاليدها، ثم التقى الجمهور باليمنيين عدنان ومروان، تحدثوا عن صعوبة إخراج الفيلم وعن بلدهم الذي مزقته الحرب وعن نفيهم. وقالت الصحيفة الفرنسية: عدنان الخضر الممثل الذي يلعب دور القاضي في الفيلم ومروان اضطروا إلى الفرار إلى فرنسا، وتعيش اليوم خديجة في باريس، أما عدنان ومروان يعيشان في مون بيليه. عن تحطم محطة الفضاء الصينية فوق المحيط الهادي، قالت شبكة البي بي سي إن معظم أجزاء محطة الفضاء الصينية المتوقفة عن العمل تيانغ وانغ تحطمت لدى دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض فوق جنوب المحيط الهادي. ووفق مكتب الصين لمركبات الفضاء المأهولة، دخلت المحطة الصينية الغلاف الجوي للأرض في صباح الاثنين. وأضافت البي بي سي إنه تم إطلاق المحطة في العام 2011 لتنفيذ تجارب التحام ودوران، وكانت جزءا من جهود الصين لإنشاء محطة فضائية مأهولة بحلول عام 2022، لكنه توقف عن العمل في مارس من عام 2016. وعن مكان سقوطه، رجحت وكالة الفضاء الأوروبية أن التحطم يتم فوق المياه التي تغطي أغلب سطح الكرة الأرضية. وأكدت الوكالة أن فرص إصابة أي شخص بحطام المختبر تكاد لا تذكر، ولم يتضح بعد حجم الحطام الذي وصل إلى سطح الأرض سليما. ويعد حجم المختبر تيانغ وانغ كبيرا من بين الأجسام التي عادت إلى الأرض وهي خارجة عن السيطرة، لكنه ليس أكبر تلك الأجسام. جولتنا المصورة لهذا اليوم بين أجمل الصور التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية من مناطق وأماكن مختلفة ولحظات حول العالم، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور، إلى اللقاء.